على مسرح جديد، مسرح له جماهير بالملايين. ملك من ملوك السين بيعبر عن موجة جديدة، موجة هتكمل حتى لو وقفنا قدامها. مروان موسى على المسرح. بتألف كلام وبتألف مزيكا وبتنتج ليك ولغيرك وبتراب. لو حياتك مسرحية تسميها إيه؟ سميها المدير الفني. مدير الفنانين ولا مدير الفن كله؟ إيه كده، أنا بحب السين كله. مدير السين كله. لا بس أنا بحب أبقى يعني بدير الحاجات كده، فاهمة؟ يعني ما بحبش حتى في أغنيتي حد تاني يبقى هو اللي ماسك، يعني بحب أبقى كده. بتحب تبقى انت اللي مسيطر على الحاجات. بالظبط، وبحب في الكوره مدير الفني برضو، فهي لايقه. انت من اسماعيليه، عايش في القاهره. والدتك الله يرحمها المانيه. درست سينما في ايطاليا. ودرست هندسه صوت في فلوريدا. انت منين؟ انا من اسماعيليه. من اسماعيليه. ايه اكتر حاجه من دول باينه في شخصيتك او في تركيبتك؟ لا دي صعبه، عندي نفسي، انا نفسي بسال نفسي دايما السؤال ده. عندي مشاكل طبعا، ان انا من كذا حته، فساعات انا يعني قصاد نفسي وانا صغير بالذات اللي هو الهويه بتاعتي متلخبطه خالص. كنت ببقى في مصر معروفه الهويه محسومه القضيه. ما دلوقتي بقول بالالماني حدوته مصريه. ايوه دلوقتي. دلوقتي اللي هو حتى الاغنيه دي السطر ده فيه اسماعيليه والمانيا الاثنين مع بعض، اللي هو خلاص انا فهمت انا ايه اللي عندي من هنا وايه اللي عندي من هنا. بس وانا صغير كان ممكن ابقى مثلا في اسماعيليه اشوف عالم، اسافر اروح المانيا العيله التانية اشوف حاجه تانية، اجرب اقول حاجه سمعتها في المانيا في القاهره فتبقى غريبه فاروح اسماعيليه، فكان في لخبطه بالنسبه لي. طب زي ايه؟ قولي. يعني عارفه في الهزار مثلا او في النكت، انت بتسمع طريقه هزار معينه في المانيا طبعا. في القاهره دي مش بتضحك طبعا، او النكته بتاعتنا اللي في مصر او طريقه الهزار، احنا بنحب التنمر مثلا التريقه. انت تروح في المانيا مثلا تتنمر، ناس ممكن مش متقبلين ده قوي، فاهمه؟ فانت بقى بتتضايق من جواك، اللي هو ايه ده انتوا ليه مش كلامي مش جاي معاكوا ولا ايه، فاهمه؟ مش فاهمين. فكان عندي كتير من الحاجات دي بقى لخبطه، فاهمه؟ كان في واحد صاحبي يعني كان والده راح ايطاليا، كان دايما يقول لك انا بقلبي مصري وبعقلي ايطالي، فانا بحس ان انا بعقلي ممكن الماني وبقلبي مصري. انت قلت انك بتعمل اكونتس فيك وتدخل تترول على الناس بمناسبه التنمر. تدخل تقلش على الناس من فيك اكونت. بعمل كده مثلا عشان خلاص بقى الاكونت بتاعي اكونت مشهور وبتاع، فساعات بحب اخش مثلا من اكونت فيك محدش عارف ده ايه، والاقي فان مثلا حاطط تعليق مش عاجبني، فممكن اخش له انبوكس واقول له انت ليه بتقول كده، ده الموضوع كذا، ممكن اقعد اتناقش معاه بقى وهو مش عارف ان انا مروان، ممكن اساله عن مروان، فاهم قصدي؟ ايوه فاهمه. فبس بتحسسني باحساس الفومي كده، اللي هو انا محدش فاهم انا بعمل ايه دلوقتي، بس عادي. بس مش بتدخل تقلش وتتنمر على الناس؟ بصي في وقت عملت كده، في وقت من سنتين ثلاثة فعلا كنت طالع، بس كان عندي طاقة سلبية وقتها. فكنت بعمل كده كنت راجع لشخصيتي القديمة قوي بتاعت السن المراهقة، فعملت كده من سنتين، فاهمة؟ بعدين دلوقتي مثلا ممكن اعمل كده من باب زي البحث كده، اللي هو اصلا لو كلمت واحد فان دلوقتي انا مروان موسى وهو يكلمني اه انت مروان، فهيديني ردود معينة، لو انا مثلا هو ما يعرفش انا مين فبيرد حقيقي. فبس بعملها ممكن تبقى متضايق من حد ومش عايز تدسه فتقوم عامل فيك اكونت وداخل عامل اللي انت عايزه؟ لا بس كان في وقت مثلا كنت عادي ممكن مثلا الفيك اكونت بتاعي برد على برد على رابرز معينين بقى، اللي هو ممكن اقول له حاجه مثلا. ايوه بتعملها اهو. والدك قلت انه بيشجعك جدا على الراب وبيحضر حفلاتك وكل الكلام ده، بس وانت صغير كان بيسمعك اغاني قديمه بالعافيه. بصي انا ووالدي كنا دايما بنروح، او لغايه دلوقتي يعني، بس لما بنروح اسماعيليه اللي هي مشوار الجمعه ده، فكان وانا صغير بنسمع مزيكا، انا ليا اغنيه وهو ليه اغنيه، فكنت انا بسمعه اغنيه مثلا لامينيم او 50 سنت حاجه راب، وهو يسمعني مثلا حاجه لفيروز او عبد الوهاب او المزيكا اللي هو بيحبها.
فهي مش بالعافيه. هي ما حبيتش حاجه منها؟ ما فيش حاجه منها لمستك؟ بصي، في حاجات بحبها منها كتير، بس عشان انا مش انا اللي ليا علاقه بالاغنيه وانا اللي جايبها وبتاع، فكتير من الاغاني دي انا ممكن مش عارف اسمها. ويعني يمكن دلوقتي في السن اللي انا فيه 29 ابتديت الحاجات القديمه دي تاثر فيها اكتر، عشان بقت مربوطه بذكريات قديمه وبتاع، هي معايا، فاهم قصدي؟ في اغاني معينه لو اشتغلت اللي هو لا بتبسط قوي. زي ايه؟ لا ما انا لسه قايل لك بقى، ما عبد الحليم بالذات مثلا اكتر واحد بجد مزيكته كده يعني ممكن اقعد اسمعها، فاهم قصدي؟ في حاجات قديمه كنا نسمعها كتير، منير ودياب، عمرو دياب في الفتره اللي هي الفينات. عمرو دياب ومنير بقى قدام يا مروان، انا هعيط. وانا هنعمل ايه طيب؟ انا هعيط يا مروان. يعني الحاجات دي كنا بنسمعها برضه. انت بتقول الالفينات قديمه؟ ما الالفينات قديمه، طيب اعمل ايه؟ انا برضه زعلان على فكره، انا بحب التسعينات والالفينات قوي، بس يعني للاسف بقينا في زمن تاني. بقينا في زمن تاني، ها؟ انا اقوم اروح المتحف بقى اللي انا جايه منه. عندك سلسله اغاني بتتكلم فيها عن بنت بعينها. حب بعينه. ايوه لحد ما عملت حب خناق مع نورين. واتقال انه حصل بريك اب وما بقيتوش مع بعض. لا، هو في فعلا سلسله قديمه انا عاملها، والحاجه اللي مخليه الناس تفتكر ان نورين هي البنت دي ان انا قلت مسيفها على الموبايل نون، بس لا، في الواقع هو البنت دي حد تاني، يعني حد بره المجال او الوسط بتاعنا اصلا. واغنيتي مع نورين عملناها ان احنا عادي يعني كاصحاب عملنا الاغنيه دي وكده، فاهم قصدي؟ بس في ناس لغايه دلوقتي بتفتكر ان السلسله الاصليه القديمه عنها، بس ده. طب مستقبل القلش على السوشيال ميديا الايام اللي فاتت ازاي؟ لا عادي، ما يعني ده جزء من ده جزء من دورنا، يعني اللي هو ده جزء من ان احنا خلاص انت واحد مشهور، فانت بتحط في ميمز، فانت بتحط في كوميكس، الناس بتعمل لك منشن مش عارف ايه، فتقوم داخل من الفيك اكونت رادد عليهم وظابطهم. بتضطر تلبس احيانا قناع الشبيح او اللي مقطع بطاقته عشان تبقى عكس الالماني، فتبقى رابر جامد، تبقى منتمي يعني للسين؟ لا، انا اعتقد ان انا في الراب معروف عني ان انا عمري ما عملت كده، يعني دي حاجه من الحاجات اللي معروف عني ان انا عمري ما جيت قلت يا جماعه انا بجد شبح، انا بجد مش عارف ايه. بس في نفس الوقت لو خدنا حد، اي حد في الدنيا، واحد ملياردير مثلا، هو لو اتاذى هيقلب وشه، هيبقى مؤذي برضه، فالراب في الحته دي، يعني ممكن اعمل اغنيه عن الوش المؤذي بتاعي. ده مش معناه ان انا شبح، ده معناه ان زي اي حد في الدنيا، لو حد جه عليه هيواجهه، فاهم قصدي؟ بس الرابرز مش المفروض يبقوا شبح؟ المفروض يبقى شبح ومقطع بطاقته. انا بقول لك بقى، هو كان الراب، خلينا برضو نتفق ان هو حاجه مستورده، فاحنا مش يعني دي حاجه كانت موجوده في امريكا وخدناها زرعناها هنا، فهو في امريكا ليه طريقه، وانك تبقى جانجستر زي ما بيقولوا، او انت فعلا حد كده. هنا في مصر لا، لو بصيت على كل الرابرز اللي موجودين، احنا شباب جامدين، يعني مش معناه ان انت فرفور، فاهم قصدي؟ انت بس شاب عادي. انا من كتر ما بسمع راب ودارس الموضوع ده، بقيت فكه عن بعضه، اللي هو انا خلاص انا مش لازم ابقى اقول ان انا يا جماعه بصوا انا في الشارع دلوقتي وبعمل واحد اتنين تلاته. لا عادي، يعني انا بكتب اغنيه كويسه وليا شخصيه. اسمعني واسمع الشخصيه مع الكلام، هتحب ده او مش هتحب ده، في الاول وفي الاخر في مزيكا برضو، في يعني انت فاهم قصدي؟ مش واخد الموضوع كاركتر انا قوي. بالعكس، انا حاجه، انا شخصيه معينه، انت تشوفني يعني هتشوف ان انا الواقع بتاعي شبه المزيكا قوي، مفيش مسافه. كان قصدك ايه لما كتبت على تويتر مصر مش جاهزه ليك بطبيعتك؟ هتلاقي كان قصدي يعني انه يمكن احنا، يعني من الحاجات اللي انا باخد بالي منها كالفرق مثلا بين مصر واوروبا مثلا لما كنت هناك في الجامعه، او فاهمه؟ ان احنا بنحكم اسرع، يعني احنا فينا حته اكتر، لو بص فلان بص بنحب نحكم على الناس قوي، فبس تقريبا كان قصدي اللي هو لا، انت ما تبقاش على طبيعتك احسن، لان الناس هتحكم عليك سلبيا وبتاع، خليك ادي يعني حط حاجز شويه، يعني ده اللي يمكن كان قصدي، فاهمه؟ مروان، عديت بلحظه فيها محنه اتقلبت منحه، فيها ازمه اتحولت لفرصه، نقطة تحول كده في حياتك؟ هو
الموقف اللي كان كده، بس هو ما يعني مش بشكل مباشر. بس انا اول ما ابتديت غنى في 2007، انا بدات في 2016، بعديها بكام شهر قليلين جالي خبر والدتي عيانه وحاجات كده، فافتكرت بقى يعني دي كانت محنه. بعدين مع مرور السنين ابتدي يعني انا قلت ان الموضوع ده هيخليني اكيد اكيد مش هقدر انجح في المزيكا، لان انا برضو ماليش اخوات وبتاع، فانا لوحدي مهندل الموقف ده اكيد مش هعرف اعمل كده وكمان انجح في المزيكا وبتاع. هي بقت مع الوقت اتحولت لمنحه، بس مش بشكل مباشر، يعني اللي هو فعلا كنت بكمل كده في الحياه، الاقيني عليت سلمه، الاقيني جالي شغل، جالي مش عارف كذا. ففي الاخر يعني بعد مرور كذا سنه قلت طب اوف، يمكن فعلا انت فاهم بيحصل لك حاجه صعبه وانت بتبقى اقوى بسبب الحاجه الصعبه اللي بتحصل لك دي، فانت بيجي لك يعني حاجات حلوه في الحياه، فاهم؟ فاهم، في توازن كده معين، ما اعرفش يعني حسيته. من البدايات للصراعات مع مروان موسى. حاطت رجلي في وش كل حقود. قلت انا اخدت جوائز كاحسن رابر في افريقيا، ما حدش بارك لي. ايوه بيحقدوا عليك؟ لا، بس انا عشان ما كنتش قادر وقت اعمل ضجه يعني على نفسي وبتاع، فاهمه؟ طب ليه لومتهم؟ اصل ده كان فيه عتاب شويه. عشان انا برضو وضحت، يعني انا خلاص قلت يا جماعه انا هو معايا خدت 3 جوائز افريقيا، يعني ده حدث في الراب وبتاع، فلقيت الناس اللي هو مروان كسب 3 تمام، فاهم قصدي؟ غاروا منك. مع ان في رابرز تانيين في الوطن العربي في دول تانيه كسبوا الجائزه دي، بينزل يعمل زفه بقى في الشارع ويعمل يطلع بيها في كليب وبتاع، فاهم قصدي؟ فانا ما رضيتش اعمل كده كشياكه، وافتكرت بقى ان انا ان انت هيفرحوا لك وهيفرحوا بيك، يعني هيتعمل لي حاجه. فيمكن وقتها وانا بكتب الاغنيه دي كنت بحس اللي هو ايه ده، فين يا جماعه، فاهمه؟ بس عادي يعني. دسيت ابي يوسف جامد قوي بعد ما كانت علاقتكم كويسه، والمفروض ان هو حد وقف جنبك وشجعك. يعني عادي، قلت عليه ان كاريره بقى انه يصطاد في المايه العكره. لا يعني ده كان زمان، يعني دول كانوا خناقتين قدام. كانوا بيف بالظبط، اللي هو الخناق يعني في الراب. بس دلوقتي يعني علاقتنا تمام، فاهمه قصدي؟ دي حاجه بتحصل في الراب. فاهم الناس يعني ايه بيف؟ بيف يعني في الراب لما اتنين بيبقوا، اصل احنا في مجالنا انت طول الوقت بتتكلم ان انت اجمد واحد. فطبيعي في اي مجال راب عالميا هتلاقي ان بعد شويه انا ابتديت اخد كلامك عليا، انت كلامي متاخد عليك، فممكن دي تفضل تسخن لغايه اما كلمه واحد يعمل اغنيه كامله، فبيبقى في بقى حاجه اسمها الدس، اللي هي الاغنيه اللي بتشتم فيها واحد، فاهمه؟ دس دي من ديس ريسبكت؟ لا والله مش عارف، دس من ديس ريسبكت مش عايز افتي يعني، بس هي هي الدس بس. وبس يعني فعملنا ده، بس ده كان يعني ده دي حاجه وخلصت يعني، فاهمه قصدي؟ دلوقتي خلاص عديتوا الخلافات؟ لا عادي، ويعني حصل حاجات كده برضو، انا كلمته هو كلمني مش عارف ايه، فالموضوع ده هدي. باتستوتا دسك وقال الماني وعامل لي مهرجان. في طبقيه في الراب؟ بصي الوقت اللي هو قال فيه كده، طبعا برضو باتستوتا علاقتي بيه كويسه دلوقتي، بس في الزمن اللي هو قال فيه كده كان في موف بتحصل جوه الراب والمهرجان، انه في زي جوازه بتحصل ما بين المجالين دول، وخلقوا حاجه اسمها او سميناها تراب شعبي وقتها، يعني اللي هو زي ميكس. فباتستوتا من الناس اللي كان وقتها مش عايز اللي هو الحته البيور بتاعت الراب يدخلها المهرجان، فهو زي عارفه بيشتم ان انت واحد رابر عملت اغنيه، انا عملت اغنيه مع مغني مهرجانات صاحبي واخويا علاء 50، فهو بيشتم الاغنيه دي انه انت ليه بتعمل كده، المهرجانات دي حاجه واحنا حاجه،
زي انت قلتي الراب فيه طبقيه لو انت ليه رابر وعملت مهرجان. هو اعتقد ان فعلا الراب بيخاطب طبقه وممكن المهرجان بيخاطب طبقه. فكل اللي حصل ان يعني طب ما في حاجه في النص هنا اتعمل لها نوع معين. ده كان الميكس ما بين اللي هو التراب وقتها والمهرجان. طلع حضنك من ظهرك في العالمين وصالحك وتصالحته، وانت وباتستوتا فاجئتوا عفرتوا على المسرح في العالمين. بالظبط، كان قبل الحفلة دي لسه في مشكلة بيني وبين باتستوتا. اتقابلنا في الباكستيج، كان في شوية تنشنة، قعدنا مش عارف ايه، اتكلمنا، قعدنا نص ساعة مثلا، فكان عفرته لسه على المسرح. فقمنا بعد ما الموضوع صفي قلت له بقول لك ايه تعال، او يعني قلنا تعال نطلع له وبتاع، فطلعنا فاجئناه هو الرياكشن بتاع عفرته على المسرح وقتها هو فعلا مصدوم. يعني هو فعلا مصدوم ان اتنين صحابه متخانقين فجأة هما الاتنين معاه، فهو الرياكشن بتاعه اللي في الفيديو ده هو رياكشن حقيقي 100%. فاهم قصدي؟ زعلت من حده الكلام اللي كان في تراك باتستوتا؟ لا. باتستوتا دسني كذا مره يعني، فاهم قصدي؟ وده جزء من الراب يعني. انا لو قلت لك دلوقتي هبقى كاني مثلا فايتر يو اف سي او ملاكم وبقول لك انا اتضايقت قوي ان الواد ضربني في وشي اخر ماتش يعني. لا ازاي، ما انت ده جزء من اللي انت بتعمله. امتى ممكن الدس يتحول لخناقه واقعيه، لخناقه حقيقيه؟ بتحصل؟ طبعا، لان في الاول وفي الاخر في ناس بتفتكر ان ساعات ده مطبوخ او ان احنا متفقين. ان احنا متفقين ان احنا هنتخانق لانه بيعمل ترافيك فظيعه. بالظبط. بس في الواقع لو جيت فكرت فيها اكيد انا مش هرضى ان انا افضل اتشتم واسمي يتبهدل بس لاجل ان انا اخد شويه فيوز. عشان كده الناس اللي بيتفقوا وبيتخانقوا وهم متفقين هتلاقيهم حنينين قوي في ضربهم لبعض. بيقول له كلمه يا يعني مش مجرحه، فاهم قصدي؟ انا بقول ساعات ان هو الراب شبه رياضه قتاليه شويه، فاهمه؟ فاللي هو لو انا هضطر اروح لغايه هنا عشان اثبت لك ان انا بجد انا الاجمد منك مثلا، مش انا اللي هقول لا يا عم خلاص بقى بلاش مشاكل، مش هينفع انا ساعتها اقول كده. الفنان هاني عادل كتب للاسف الراب في مصر كل الكلمات رايحه في سكه انا اجمد منك، انا بعرف بنات احسن منك، انا حسابي في البنك مليان فلوس، انا بعرف اجمد واحده، انا 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 حصل. يعني دي حاجه اصلا مضايقاني حاليا. هو معاه حق 100%. لان احنا زمان في 2017 و18 المجال بتاعنا ما كانش فيه فلوس وما كانش فيه نجاح، كان مجال صغير. وقتها كان الكلام خيالي يعني. كنت بقول لك انا مش عارف، انا في مطعم صيني مع الامبراطور، مع بقول حاجات من وحي الخيال تماما. لما ابتدى يبقى في نجاح اكتر في المجال فالكلام ابتدى يبقى في الواقع. اللي هو انا دلوقتي مش عارف فين، انا من اكتر الناس اللي قالت اللي هو بيقوله ده. قلت انا مش عارف هبهدلك، وقلت انا معايا فلوس، وقلت انا معايا مش عارف ايه. ان انا لما جيت قلت الكلام ده انا قلته عشان هو واقع. فاهمه؟ بعدين انا بشوف ان الراب انا بقول لك كلام ثقه في نفسي. ساعات انت ممكن تقعدي مثلا مع واحده صاحبتك فهي تبقى في مود ثقه فتقول لك بقول لك ايه يا بنت انا اصلا مش عارف ايه وعملت لهم كذا وانا اجمل يعني. تتقبلي منها المود ده ان هي اوكي دلوقتي بتقول لي كلام ثقه. ساعات بتقوله لنفسك، ساعات فاهمه بتبقى في المود ده ممكن هو على فكره يا جماعه انا كذا بتقلب. فالراب هو ان انا ببيع لك دي في شكل اغنيه انت تسمعها، لو حفظتها وغنيت معايا وقلت مفيش شبهي في بلدك مش عارف ايه، انت بتبقى انت اللي مفيش شبهك في بلدك في الوقت ده. فهي بتبقى انت بتاخد الثقه اللي انا بديها لك جوه الاغنيه، فاهمه؟ بس بعدين دلوقتي بقى فيه اللي هو حافظ مش فاهم. يعني واحد جاي بيكتب الموضوع لان المجال اتاسس، احنا مش زي في 2018 اللي انت بحريتك وشوف انت عايز مش لسه حاجه طالعه جديد ولسه انت بتشوف مش اوكي الناس بتقول كذا خلاص انا هطلع اقول كذا. يعني بقى انا انت بتسمع ناس بتقول انا معايا فلوس وحسابي مليان وهو الفيوز بتاعته لسه قليله. يعني هو مثلا جاب 10,000 فيو، انت معلم معاكش اللي انت بتقول عليه ده، طب ما تتكلم عن ان انت في معاناه دلوقتي وبتعلى، ده اجمد اصلا ما تقول اللي هو اوف انا معيش فلوس بس انا براب احسن منهم. هصدقك وهبقى معايا فلوس اكتر منهم مثلا يعني. قول لي حاجه حقيقيه، فاهمه؟ فانا برضو مليت شويه من الموضوع اللي هو انا اجمد وبتاع. يا عم حتى لو انت اجمد قولها لي بشكل فيه ابداع يعني ابهرني.
فاهمة؟ اديني تشبيه جامد، قولها لي في جملة كده تصدمني. بس الناس بقت فعلا في تكرار في الراب، وللأسف الموضوع مقلل المشاهدات اصلا على المجال. يعني المجال بتاعنا من سنتين او ثلاث سنين كان في العين كانت عليه، كان في تركيز اللي هو اوفر مين بيعمل ايه مش عارف. دلوقتي بقى في ملل، لان انت الناس انصرفت عنه شويه، الحته السبيشال بتاعتك ضاعت. انت ليك سبيشال انك لسه جديد، طيب راحت، هتعمل ايه بقى؟ لازم تبهرني بجد. لا ده مستوى الكتابه قل شويه. انا عن نفسي دلوقتي بسمع الراب بتاع 2018 و19 في مصر عشان اسمع كتابه حلوه واسمع كده افكار فيها ابداع اكتر. لما بسمع اللي هو اللي بيحصل اليومين دول بحس ان قدرتي على الكتابه بتقل، اللي هو ببقى في نفس المستوى بتاع دلوقتي، اللي هو انا جامد وانا جيت لك وانا قطعتك وانا وديتك وانا مش عارف ايه، من غير حتى الطريقه اللي هو قالها بيها ما تبهرني او تعمل لي ما تعجبني كده، اللي هو ايه ده انت، لا انت ابهرتني في طريقه الجمله دي مثلا، ما بقاش في الحته دي. فانا موافق معاه، ونفسي الصراحه الناس ترجع تكتب. يعني نفسي الناس ترجع تكتب حاجه حقيقيه، مش اللي الناس عايزه تسمعه، مش اللي هو انت فاكر ان على راي والله كزبره عامل اغنيه بيقول لك كل واحد دلوقتي يقول لك انا جاي في دس ولا جاي في ندب ولا جاي في كده، اللي هو يعني الاغنيه دي فعلا حقيقيه، اللي هو كل واحد دلوقتي من غير تفكير بقى جاي في ان هو بيقول حاجه من ال 14 كلمه دول. هم دول ال 14 حاجه اللي احنا بنقولهم دلوقتي. فلا يا ريت نرجع بقى نقول كلام. يعني لو هقول حاجه للجيل اللي بيكتب، يعني قول حاجه حقيقيه، قول حاجه بجد من حياتك، بطل تقول الكلام اللي هو انت فاكر ان ده الكلام اللي لازم يتقال في الراب. ليه لما ويجز طلع من الراب شويه وراح بوب شويه اتريقت عليه وقلت عليه حساس في الحب وبتاع؟ انا قلت عليه كده فين؟ عيل حساس بتتمرمغ في دراما. ايوه بس دي ممكن تبقى اي حد يعني. بس هي وقتها كانت اغنيه البخت بتاعت ويجز. أيوة انت وكل مزكتها. الناس قالوا انها عشان بحب ويجز جدا. بصي ده عادي. قصدك ويجز؟ لا لا، هي متقاله كده عامه على يعني في الهوا. خلي بالك زمان في 2018 برضو في الزمن ده كنت بشتم واحد كده طول الوقت، هو واحد وهمي وما كانش شخص حقيقي. احنا دلوقتي عشان بقى في مجال كل كلمه انت بتقولها ناس تقول لك انت دي بقى رايحه لفلان. يعني جبت لك اغنيه من 2018 دلوقتي غنيتها، ناس تقول لي انت قصدك بقى، يعني الناس بتحاول تفصل الموضوع. ولكن بس ده ما بينطبقش على ويجز. ويجز انت كان قصدك كنت بتدس ويجز، قول الحقيقه يا مروان. بتتمرمغ في دراما، دي اغنيه كله في السليم، طبعا، لان الاغنيه دي كانت دس اصلا. يعني الاغنيه دي كانت دس على اتنين. فعادي يعني، هو في الاول وفي الاخر دي ترجع بقى في فكره الدس ومش عارف ايه، وانه انت بتثبت ان انت اجمد. يمكن يعني انا في الراب بسمي حاجه زي دي اللي هو زي كتف قانوني، زي في الكوره كده. ايوه اللي هو انا اديتك كتف بس هي مش فاول، انا ما ضربتكش تحت الحزام مثلا، فاهم قصدي؟ فده جزء من الشغلانه. زعلت ليه من حميد الشاعري لما عملتوا ديو مع بعض بعدين قال انه ويجز احسن رابر؟ لا دي كانت هزار، دي كانت افيه. لا دي كانت تهريج. يعني الفيديو اللي عملته، ايوه ما انا بضحك اصلا في الاول، اللي هو بقول شوف هو بيقول عليا جامد وبتاع بتصدم كده، فده كان هزار. يعني حميد حبيبي هو ضحك اصلا على الفيديو ده. بس ما اتضايقتش ان هو بيقول على ويجز الاجمد؟ لا طبعا، لا لا يعني دي حاجه ما تزعلش. ايه بتحب ويجز؟ ما اعرفوش يعني، ما نعرفش بعض على المستوى الشخصي اللي هو احبه. محبوش. بتحب تراكات ويجز؟ بحب له اغاني. بتحب له ايه؟ بحب له مثلا الاغاني اللي هي زي بالسلامه، بحب الحاجات اللي بيراب فيها قوي. بحب الحاجات الصعبه. الحاجات القديمه دي بتاعه 2018 و2000 مثلا يعني. لا لا عادي، لا هو ما... انت مش عارف قديمه دي بتعمل فيا ايه. كمل يا مروان كمل. لا لا بحب له الحاجات اللي بيراب فيها اكتر من الغنى. ما عنديش اللي هو النفسيه او المنافسه تخش في حته اني اسمعش الناس اللي بتنافسني او ان انا لا ما بحبش فلان. انا حسيت ده لما عرفت ان انت بتنتج لنفسك ولغيرك. حسيت انه صعب قوي يكون حد يعني يكون رابر بينتج رابرز تانيين ويبقى بنفس او بيغير. بالظبط، يعني اكتر واحد بنتج له هو عفروتو. هو اقرب شخص ليا. ساعات اغير دوري كده ان انا رابر دلوقتي وانا اللي بغني، اللي هو طب لا خليني اخش مثلا اشوف انت مغني ايه اجمد اغنيه اقدر اعملها لك. ممكن اوديك فين، ابقى انا المخرج بقى، فاهم قصدي؟ يعني
عشان اصلا دارس اخراج. فلما بعمل اغنيه لحد بحس ان انا اوكي انا بخرج لك العالم بتاعك دلوقتي. فبتبقى تشالنج غير اللي هو اللي انا بعمله لوحدي. نروح لمنطقة تانية من الصراع. الدس اللي هو أحياناً بيبقى فيه كلمات حتى أو ألفاظ خارجة أو ممنوعة رقابياً، زائد إنه الطب النفسي حتى برا بيقول إنه الراب بيحفز العنف جوه الناس وبيحفز حدتهم، لدرجة إنه النقيب الموسيقيين اللي فات هاني شاكر كان رافض تماما الاعتراف بالراب وبالرابرز، وكان رافض حفلاتكم ورافض شغلكم. ده ما بيحسسكش ان في مسؤوليه على الرابرز ان هم حتى الديس بتاعهم يقف عند حته معينه ما تبقاش بتتمسك عليهم؟ بصي انا بسال نفسي ساعات اصلا ازاي بقى في كميه الفرق ده ما بين اللي احنا بنعمله وما بين المزيكا في مصر، زي اللي هو جيل التسعينات والالفينات اللي هو كنا في حته غنى وحته بوب وبتاع، واللي احنا بنعمله واللي بيحصل في المهرجانات مثلا حاجه من عالم ثالث تحسيها. لان عشان كده كتير من الناس اللي في العالم بتاع الغنى القديم المصري هو مش فاهمك، هو مش مترجم، هو مش واصل له اصلا. يعني احنا في حته انا بحس ان محدش فاهمنا خالص، محدش فاهمكم لدرجه انه النقيب الحالي مصطفى كامل طلب منكم ان انتوا تغنوا بفرقه ومنع الغنى بفلاشه؟ يعني للدرجه دي ما حدش فاهمكم؟ يعني ما انا مش يعني ماشي، ده قرار على فكره ليه علاقه بتاريخ مصر في الغنى وفي المزيكا. احنا بلد برضه، بس هو الراب مش جزء من تاريخ مصر. بالظبط بالظبط، ده اللي احنا عايزين نقوله، ان الراب حاجه ثالثه. وبقول المهرجان برضه عشان المهرجان هو زي الراب بس طلع مصري، بس نفس القوانين، نفس يعني ايه، احنا مش بنغني احنا بنرص، زي برضو مغنيين المهرجان. احنا مش بنغني، احنا مفيش اي الات حقيقيه في مزيكتنا، احنا المزيكا بتاعتنا متوزعه على الجهاز. فاللي عايز اقوله ايه، ان يمكن بقى هقول لك انا وصلت لايه بقى في التفكير، انه زمان ما كانش فيه تكنولوجيا، انت سرحان طول الوقت، انت بتنزل من البيت مثلا بتقعد 3-4 ساعات. زمان الكلمه اللي بتضحك، زمان سنه 2000 في الالفينات مثلا، في الالفينات انا زمان جدا، انا بحقد على الشخص اللي نزل من بيته ده خلاص، لحظه ما نزل من بيته محدش قادر يوصل له، ولا معاه موبايل بقى ولا معاه حاجه وبينزل، فاكيد بيقعد يفكر في حبيبته، فاهم قصدي؟ لان هو سرحان هيقعد يفكر في ايه في الشارع، هيقعد يفكر. ففي اغاني حب كتير قوي، واغاني تامل، واغاني اللي هي بتعكس، وجوابات، الاغاني مليانه جوابات لان مفيش رسائل. انا كنت بحب حبيبتي اكتر بكتير في الزمن اللي ما كنتش اقدر اوصل لها بعد ما انا مش شايفها. يعني انا دلوقتي مشيت مثلا وهي روحت وانا روحت، ممكن اقعد يومين بفكر فيها. دلوقتي انت تك تك تك، فاهمه؟ فيمكن ده خلى ان الواقع بتاع الناس دلوقتي مش عايز اغاني حب. الواقع بتاع الناس دلوقتي هو عايش بقى طول الوقت شايف ناس، هو بقى عايش في حاله فما فيها منافسة أكتر. أنا حاسس إن ده، أصل أقول لك على حاجة، لو الناس مش عايزة راب أنا هغني راب دلوقتي والناس هتفضل تسمع طرب. صح، في سبب إن الناس بتسمعنا طبعاً. أنا نفسي ما كنتش متوقع ده في 2018-19، أنا قلت إحنا آخرنا هنبقى حاجة كده أندر جراوند على الهادي، إن إحنا نوصل إن أنا مثلاً يبقى ليا بيل بورد إعلان على الدائري. الكلام ده أنا عمري ما كنت أتصوره في مليون سنة إن ده هيحصل، لأن دايماً قلت الدي إن إيه بتاعت مصر مش متقبلة اللي إحنا بنعمله ده. بس طبعاً الحمد لله وبفضل الجمهور، فاهم قصدي؟ بقينا موجودين بشكل جديد، فالناس بتقول طب انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ فيسمع يلاقي كل اغنيتك عكس الاحساس الحلو بتاع زمان، انت بتسمع اغاني التسعينات هتحس ان البهجه والانبساط والمش عارف ايه، دلوقتي الواقع اسود، يعني انت بتسمع الاغنيه بتاعت الراب يمكن بقى عشان تتعايش مع اللي انت داخل عليه في يوم، او عشان بتعبر عن غضب جواك بالفعل. مثلا يعني في الاول وفي الاخر احنا في زمن غير الزمن. طب انت شايف انه من العدل ان الدي ان ايه المصري الجماهيري
يقبل الراب ويحبه ويشجعه ويسمعه ويكبره ويعليه، وتبقى نقابة الموسيقيين مش متقبلاه ومش فاهمة حتى هو المفروض يشتغل ازاي؟ ما دي بقى حاجة أنا ما أقدرش أحكم عليها. أنا اللي أقدر أقوله إيه؟ إن الشباب حابين ده. لو الشباب دلوقتي، ما هو الشاب اللي دلوقتي عنده 19 20 سنة، هو كان بيسمع إيه في التسعينات؟ بيسمع عادي بقى عمرو دياب ومحمد فؤاد و طب ما أنت زي ما قلت الحاجات، يعني الدنيا بتتغير بالظبط، شكل الحياة بيتغير، وبالتالي مزاجنا ومودنا والطريقة اللي بنحس بيها ومحتاجين نسمع إيه وهنتبسط بإيه بيتغير بالظبط، بيتغير مع بالزبط شكل الحياة بالظبط. حقيقي الراب ليه جمهور كبير جدا، وحقيقي الراب ليه اوقات يتسمع فيها وبيعبر عن اللي الواحد حاسه. فكره انه الرابرز ومنهم انت تبقوا مستسلمين لفكره ان انتوا مش مفهومين، يعني مروان بابلو رمى المايك على المسرح لانه مش عارف يتعامل بفرقه وموسيقيين. اللي احنا بنعمله ده شبه برضه جيل معين في التسعينات مصري عمله، مع انه كانوا ماشيين على خط مزيكا حميد الشاعري مثلا. حميد الشاعري حصل له مشاكل، مع انه كان لما تيجي تبص له من دلوقتي واحد زي يقول لك طب ما هو بس بيعمل تطور اللي انتوا كنتوا بتعملوه، انما لا وقتها ده كان وحش، كان بيتهاجم طبعا. فاحنا دلوقتي بنتهاجم. العالم التاني ده كله مش متقبل العالم بتاعك. انا مش صوت عشان اجي اقول لك يعني انت هتقعد نص ساعه وتعمل لي بيت وتغني وانت في ساعه خلصت الاغنيه. هل الفن حرام؟ انا شايف ان الحاجات المحرمه واضحه. رابر واقف على الستيج وراه فرقه، ما هو ده منظر عبثي. الدم بتاعتي دي يعني قعدت ساعتين بهندس الصوت بتاعها. حتى لو انا مش ذوقك افهمني واحترم ان انا موجود. انا عايز اعرف الناس دماغها فين. مين اللي اتظلم اكتر في مصر، الراب ولا المهرجانات؟ الناس دي عملت حاجه من ولا حاجه. مستوى الكلام ما بقاش بيخرج من ال 14 جمله دول. الدور على الناس اللي بتعمل المزيكا، يعني الدور مش على الجمهور. فهو فاكر ان هو لازم يقابلنا يا برو ايه التشا ايه اللي نزل ادائكم ومستوى المنافسه بتاعك؟ في كذا اسم كبير بقاله فتره مش بينزل حاجه. مروان بابلو رمى المايك على المسرح. لما بيحصل لنا حاجه معينه ما بنعرفش نتحد.